احتفاء بذكرى تأسيسه التي تجاوزت 60 عاما، دشنت البطولة الرياضية التي أطلقها نادي الدرجاج بمشاركة أكثر من 10 أندية رياضية في محافظة أبين، كأول بطولة كروية ينظمها النادي الريفي منذ تأسيسه في 50ينيات القرن الماضي. كنا حريصين على إقامة الذكرى الثقافية والكروية، ولكن هنا بدأنا بالجانب الكروي، واليوم يعني بدأت تدشين أول مباراة بين فريقنا وفريق نادي السد، وهذه يعني هي منجز كبير لمنطقة شباب الدرقاق وكل الهيئة العمومية والتي تبارك لنا بهذه الإنجاز الذي نحن نسعى فيه لإنجاحه. إطلاق البطولة الكروية في منطقة الدرجاج وتفاعل الأندية الرياضية لإنجاحها كان تذكيرا بفاعلية الأندية الريفية في الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية ومساهمتها في دعم القطاع الرياضي ورفدها للملاعب بالكثير من المواهب الرياضية في مختلف النشاطات. نأمل أن تعاد تأهيل ملاعب محافظة أبين، الملاعب الدولية والصالة الرياضية وبيت الشباب والأندية الرياضية، فالنهوض الحقيقي الذي نراه في رياضة أبين هو بعودة البنية التحتية الرياضية للمحافظة، والذي سيسهم في إعادة تفعيل وتنشيط مختلف الألعاب الرياضية. قدرة الأندية الريفية في تفعيل الأنشطة الرياضية على الرغم من افتقارها في أغلب الأحيان للإمكانات المساعدة في تطوير نشاطها، حيث ساهم الكثير من الشباب من خلال إقامة البطولات التنافسية التي ساعدت في ظهور الكثير من المواهب الرياضية والمحافظة على تاريخ المحافظة الرياضي، حتى في ظل غياب الاهتمام الرسمي المنصب على الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.